كان يا مكان عميقا في الغابة، قرية مخفية تعيش فيها كائنات صغيرة تطلق على نفسها اسم السنافر. كانوا يحبون الخير. كان هناك أيضا شرشبيل المشعوذ البغيض، كان شريرا. أكره السنافر، سأقضي عليكم، سأقضي عليكم ولو كان هذا آخر عمل في حياتي. سأقبض عليكم، سأجد قريتكم يوما، سوف تندمون. الغابة ما زالت هناك، فإذا أنصتتم لربما سمعتم صوت شرشبيل، وإذا نظرتم جيدا لربما لمحتم السنافر. ما بي أنا؟ أنا في حالة جيدة، لا يمكن أن تكون قد أصابتني حساسية. أعتقد أن هذا بابا سنفور. بابا سنفور، هل أنت بخير؟ في الواقع مفكر، أنا مصاب بالقليل من الحساسية. لا تسنفر بشأن أي شيء بابا سنفور، دع كل شيء لي. لا تتعب نفسك مفكر. لا بابا سنفور، أنا أصر. أعمل ألا يبالغ مفكر في المساعدة. الحساسية، ما الذي يسبب لي الحساسية؟ عشب السنافر؟ لا. مرحبا بابا سنفور، سنفرت لك دواء من أجل زكامك. أخبرتك يا مفكر بأنني لست مصابا بالزكام، على الأقل لم أكن مصابا بالزكام. رشفة بسيطة، لا تقلق أبدا بابا سنفور، أنا أعرف الدواء المناسب لها. لا مفكر، أرجوك لا تساعدني. تفضل بابا سنفور، هذه وصفتي للرشفة، ستجعلك تشعر كسنفور جديد. لكن ليس لدي ما هي هذه؟ السنفرة. إنها تركيبتي الخاصة بابا سنفور، القليل من الفلفل الأحمر، بعض الفلفل الأخضر، القليل من البهارات الحارة الخاصة، والقليل من ربما هي حارة جداً، صحيح بابا سنفور؟ عجباً، تبدو تلك الغيوم مخيفة حقاً. أجل، آمل ألا تقترب أكثر. أي نوع من الغيوم هي هذا؟ من يدري، لكن ربما لها علاقة بحساسية بابا سنفور. أجل، ربما علي أن أحلق على الطائر وألقي نظرة، من يريد أن يأتي معي؟ لا شكراً، علي تحضير كعكة. أراك لاحقاً. أزهاري تحتاج إلى السقي. علي أن هيا بنا خائف، سوف نسنفر ما يجري. سنفعل. عجباً، هذه الغيوم شكلها غريب بالفعل. أتشو، لابد من أن هذا ما تسبب بحساسية بابا سنفور. النجدة! النجدة! الصنوات سنفر! سنفرة المسنفر! ها هما! أنا أراهما! أجل، أراهما!
سوف نسحق. احذروا. هل أنتما بخير؟ بالتأكيد سنفورة، لكنني لا أعرف بشأن قوي. تلك الغيمة سنفرت حجارة مسنفرة. أكره أن أكون مسنفرا. ماذا حدث؟ هل سنفرتما الغيمة؟ ها؟ هل فعلتما؟ أجل، السماء تسنفر، السماء تسنفر، السماء تسنفر، هذا كلام سخيف يا خائف. أجل، من سمع من قبل أن السماء تسنفر؟ هذا صحيح، هذا صحيح، اسأل قوي. هل السماء تسنفر قوي؟ حسناً، لا أدري، شيء ما سنفر على رأسي. هذا ما حصل، السماء تسنفر حقاً. مفكر، أحضر لي الكتب الأخرى. أنا قادم بابا سنفور، هذه كتبك بابا سنفور، أنا متأكد من أنك ستجد الجواب في أحدها. بابا سنفور، بابا سنفور لا يسنفر اليوم خائف، لذلك يمكنك أن السماء تسنفر، السماء تسنفر. هذه سنفرة سخيفة، السماء لا تسنفر أبدا، لذلك سنفر من هنا. ماذا أراد خائف يا مفكر؟ لا شيء بابا سنفور، لا شيء على الإطلاق، لكن السماء كانت تسنفر، كنت هناك ورأيتها. رأيت السماء تسنفر، أليس كذلك قوي؟ لا أعرف بالفعل يا خائف، كل ما أسنفره أن رأسي يؤلمني. لن يصدقني أحد من السنافر. تلك الغيمة تصبح أسوأ مع الوقت، قد يكون خائف رأى شيئا هناك فعلا. إنها مجرد غيمة سنفورة، لا داعي للقلق. إن رأسي يؤلمني. أنا أقول إن شيئاً ما سنفر قوي، لا يبدو لي بحالة مسنفرة. يجب أن نكلم بابا سنفور. كما أخبرت خائف، يجب أن لا نزعج بابا سنفور لأي ظرف كان، لأنني جعلت نفسي في موقع. النجدة، السماء تسنفر مجدداً. هذا ليس الموقع الذي كنت أفكر فيه. الحساسية، ما الذي يسبب لي الحساسية؟ ما الذي يسبب الحساسية؟ بابا سنفور لا يبدو بحال جيدة. هل تقصدين أن مفكر كان محقا؟ هيا لنذهب وندعه ينام. هاي، ما الذي يسنفر؟ ها؟ إنه مجرد رعد، ما من داع للقلق. أنا أعرف صوت الرعد عندما أسمعه، ليس هناك من داع للقلق، وكما يقول بابا سنفور دائما. ما هذا؟ كانت سنفرة، هذا هو السبب. المرة الأخيرة التي أصبت بها بهذه الحساسية كانت منذ 300 سنة، وذلك عندما انفجر جبل السنفور. يا للسنفرة، سوف ينفجر مجدداً. علي أن أحضر سنافر صغار. يا ويلي، الرعد يزداد سوءاً. حسناً، قليل من الرعد لم يؤذي أحداً، كما أن يا سنافر، إنه جبل السنفور. علينا أن نخلي القرية حالاً. النجدة، هزة سنفورية، هزة سنفورية. أكره الهزات السنفورية. لا داعي للخوف، لأن بابا سنفور قال إنها ليست هزة سنفورية، بل إنه جبل السنفور. جبل السنفور. Achoo!
أن نسنفر إلى الكهف. أوه، رأسي يؤلمني. يا ويلي يا ويلي، السماء تسنفر، السماء يا لسنفرة السنافر، خائف أنت محق، السماء تسنفر فعلا. بسرعة لنجد مخبأ، هذه فرصتنا الوحيدة. جبل السنفور ذاك أكثر شيء مسنفرا رأيته في حياتي. أظن أن الأسوأ سينتهي في الصباح يا سنافري. أنا أكره الفوضى. بابا سنفور، لقد تسنفر منزلك بالكامل. لا تقلق بابا سنفور، ستشعر براحة أكثر عندما تسنفر من هذا الرماد. أنا أكره الرماد. كنا محظوظين يا سنافري. لقد نجت قريتنا، هذا يذكرني. هل جميع السنافر هنا؟ لسنفرة الحقيقة لم أرى سنفور خائف. أنا لم أراه. أين هو؟ أنا أيضاً لم أرى قوي. أوه لا، أمل أنهما لم يتأذيا من البركان. أين يمكن أن يكونا؟ سأفعل أي شيء لو يظهران ويكونان في أماننا الآن، ألا توافقني؟ سنفورياً، أنا أقول دوماً إن السنفور الذي يواجه مشكلة يستحق الأفضل. في الواقع سأقوم بكل